هلا اميغوس، انا ويام، واليوم رجعت لكم فيديو جديد. هذا الفيديو كان بطلب منكم اني انا اسوي لكم فيديو تمثيلي. اوكي، هو عباره عن انواع البنات في شهر رمضان. احنا البنات بسم الله ما شاء الله في رمضان، واو، بنتحول لبوكيمون متطور. في انواع كثيره وكثار للبنات، ممكن ما فيني احكي عن كل الانواع في هذا الفيديو، لانه لو بدي احكي عن كل الانواع راح ضلني شي ساعه وانا احكي، لكن راح بلش هلا احكي لكم عن اكثر الانواع اللي انا شفتهم في حياتي الواقعيه. ونبلش باول نوع. بتفي اول وحده حتى قبل كوكوركو، اي بتفي حتى قبل ما الديك يصيح، ولو بدها هي تروح للمسجد وتأذن الأذان كيف يعني، انه عادي بدها تفيق كل الناس. شو خصكم انتو بتفهموا هاي الحركات؟ ما بتفهموها، كبيرة عليكم يا بيبي. ها الله أكبر الله. يا الله، والله العظيم سبق لي 10 أصحاب سمبوسة وأديني مشطرة وعرض آيس كريم كاملة، أنا كيف أحكي في صيام يوم كامل وأنا صايمة بلا أكل؟ طفاش مش طبيعي، حدي حدي عطشانة. ملل ملل. تلفزيون. A few moments later. أكثر من 4 ملايين ريال مجموع الجوائز. رمضان السابق شاركت في 20,000 مسابقة بس ما ربحت، بس رمضان هاي السنة غير، رح شارك في 100,000 مسابقة عشان أفرجيهم شو إني أنا عيني وقحة وإني سأفوز وسأفوز. نحن ننتصر أو نموت. لك شو هاد؟ إجت إجت. جوت بدي اشوفها. لا مش موجود مش موجود مش موجود مش موجود مش موجود. اللهم طولك يا روح، لك روحي الي من وشي احسن ما حولك. انت لو ما بكفي انك انت فاطره جاي تزعجيني انا الصايمه اللي مو اكله غير سندوتشين شاورما 10 اصحن اوراق عنب وصحنين مجدره. روحي الي من وشي. اليوم نص يوم وبكره اصوم نص يوم، حياتهم
الاثنين هيك بخيطهم هيك مع بعض ويصيروا يوم، عشان تعرفوا انتوا الكبار انه مو بس انتوا بتصوموا، احنا كمان نقدر نصوم. صح لا ولا مو صح لا؟ باكل تمرة وباكل شوربة، ملعقتين شوربة بس بكفي، و سمبوسة لا ممنوع. شو كمان؟ ايه بس بكفي تمرة ملعقتين شوربة، والسحور مو اصلا مو لازم اتصحى بس سنة. يلا بتسحر على مي. قديش سعرات حرارية بيجي؟ 800 سعرة حرارية. ايه هيك منيح، هيك بنحفل شي 10 كيلو جرام شهر رمضان. لك هيك الدايت ولا بلاش؟ ببص بعد اول 10 ايام طبعا بدات نفسي نزل 10 كيلو مره واحده، بدات انزل بدات افرح. ها شغلي طبعا مش بنحف. ايه لك لقينا الحل، بلا دايت بلا ليله. اي اذا غلطت يا نشيرة بل شو ممكن البنات تعرف تطبخ؟ بس احسن شيء هم حياتي يا حبيبتي، احسن شيء عشان يشوفوا انه انا ربة بيت صالحة المستقبل. يعني بقدر اكون ليش لا؟ ماشي نفتح الانترنت وبنشوف طريقة تحضير اشهى اكلة في العالم واخطر اكلة في العالم. اوكي بيبي، قالت في الفيديو انه محتاج لبيض وبقدونس. هاي هون البقدونس، نحط البقدونس، وهون البيض اللي رح نحتاجها في الاومليت. واهم خطوة انه نشعل النار. مفيدة او مش مفيدة؟ مفيدة. You're a loser. بسم الله ما شاء الله، شو هالجمال. لك بتقول للقمر انزل اقعد مكانك. شو بتسوي بحياتك بنتي؟ انا مين انا؟ بقصد انا خريجة كلية هندسة وبشتغل وبعرف انظف واطبخ واصلي واطب لحماتي. بقصد انه بحترم الناس وهيك. تتزوجيني لابنك؟ يا شبي لك شفتي هاي المرة الختيار اللي كان جالسة جنبي؟ ايه ولي عقامتي لك طول صلاة التراويح كانت عم بتضايق لي وبتنق علي وهي عم بتطبلي على اساس انه رح اتزوج ابن العانس المعتر. لك ما شفت ابن اللي زي البرميل اللي ما يعرف حتى يحكي كلمتين ورا بعض؟ ولا ابن امه كمان. ولي يا لطيف يا لطيف يا لطيف، انا بتزوج هذاك الاشتر؟ لك ايه خليني ثابتة لو بحكي لك عن امه. ايه اختي شو كذابي شو كذابي شو كذابي، لك طول الوقت قاعدة عم بتكذب علي بتقولي احنا عنا هيك وعنا هيك، لك كأنه بحياتها ما مست ايديها فلوسي. شو عرف لك والله شو مقرير، بتقول للشيطان اقعد وتعلم مني. يا لطيف. اوه هينا خليني ثابتة، ما بدنا ذنوب خيتي، ما بدنا، استغفر الله. بس احنا برمضان. ايه صحيح ما حكيت لك انا على ام احمد؟ ايه لك تعي لا احكي لك، عندي لك خبرية. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تعطونا بيج لايك وتشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب أسفل هذا الفيديو الأحمر، وأكيد أصدقائي الجرس 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 عشان يوصلكم دائما نوتيفيكيشن لما بنزل فيديو جديد. وقبل لا بنهي الفيديو ترقبوا بكرة أول حلقة في المسلسل تبعنا بدي أتجوز. هذا المسلسل جتني فكرته من زمان وأخيرا هيك جتني الفرصة أني أنا أصوره، فبتمنى أنه طلع بطريقة حلوة وبطريقة مضحكة لكم. إذا أنت أول مرة بتشوفني أنا رفيقتكم ويقام، ديروا بالك مع حالكم وأحلامكم وعقلوبكم. ملتقى لإمتى ما كتب لنا الله اللقاء؟ أرمانيا يا مور بسليمة. باي باي. مين انا؟ انا انا بابا بابا انا بابا بابا انا 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 تزوجيني لابنك؟ لا ما راح اتزوجك لابني. لا. اوكي بيبي، انتوا عارفين انتوا الكبار انه
شو عم يشوف.